توت سويت الفقرتنا اللي نورمالمون تعودتوا عليها كل نهار اثنين مع زميلي محمد علي الفرشيشي، وكل يوم يختار لنا كل نهار اثنين يختار لنا موضوع باش نحكيو عليه. اليوم شنو باش نحكيو دليل؟ في يدك حسيت. نحكيو الله ما عافينا سلمون، اي جبت العظم ما مش باش نكركو وماش باش نطيب عجة، جوست باش نحكيو احنا على العظم معناها شنو معناتها شنو المخاطر نتاعه وشنو زاد الحاجات اللي ايفيتي في اختيارنا للعظم. قبل ما نبدا نحكي ساعه سلامه هدى. عسلامه. اهلا بك. يا حويلتي. انا تخيز اتونتيف خاطر الموضوع مهم برشا، خاصه مهم برشا سيرتو للصغيرات. ونستحقوا ليسر عظم في راس العام للجاتو للطواجن وللدجاج زاد نستحقوا. للدجاج والدجاج اللي نستحقوا. انت اليوم باش تلقى لنا الحل كيفاش نعرفوا جوستومون هو الناس التوانسه ما يعرفوش التوانسه معناتها خاطر تم قله المعلومه مش قاعده تدور مانيش قاعدين نوصلوا للمستهلك المعلومه. العظمه وقت اللي تبيضها الدجاجه عمرها راهو البيولوجي ولا عمرها الاصلي هو 28 يوم. بعد 28 يوم راهي العظمه تولي غير صالحه للاستهلاك. معناها هذه حاجه. قبل ما ندخلوا نكملوا نحكيوا هو ديجا توا قدام وزاره التجاره ثم وقفه احتجاجيه لتجار الجمله والتفصيل نتاع العظم على خاطر عندهم اشكاليه بريف. وجات مع راس العام يعني اليوم معناها سامحني دليل يشري في البلاتويت العظم يقول لك قضيه الشهر معناها نتاع 30 يوم غلطه هذيك الحكايه. غلط. وهذا حكيناه فيها خطر. بلكي نتذكر على الطماطم وغيرها. احنا نمشيو بالدات ديكسبيراسيون دليل معناتها يبدا موجود على هو هو علاش احنا باش نقولوا معناتها ماذا بينا نشريو 28 يوم تلقى فيها 28 يوم العظم اومبالي وما ينساش نسميوها خاصه في اللوتي دي. في اللوتي دي تلقى الدات دو بونت وقتاش باضتها الدجاجه. دونك وانت تحسب 28 يوم باعتبارك التاريخ هذاك. مش باعتبار التاريخ اللي مكتوب. لا باعتبار التاريخ هما يكتبوا غاديكا في انا قلت لوتي دي لان منشاه عموميه دونك نجمو نسميوها في اللوتي دي في ديوان الاراضي الدوليه عندهم انتاج لكن وقت اللي يجيبوا العظمه نتاعهم في اللي يبدا اومبالي يحطوا عليه راهو هذايا الدات دو بوانت نتاعه مثلا نهار 1 ديسمبر او كنت عندك حتى نهار 28 ديسمبر تنجم تتصرف فيه العظمه هذاك. واحنا اليوم داخلين على راس عام ونعرفوا الاشكاليات. احنا حقنا اليوم راه جبنا احصائيات من عند وزاره التجاره ولا من عند شرطه بلديه قداش وقع معناتها حجز كميات نتاع عظم يتشد فاسد لانه حتى طريقه النقل نتاعو ماهيش صحي. ماهيش صحيه معناتها يهزوا احنا المحل دليل زملائنا في قسم الاخبار متابعين الحكايات هذوما الكل اكيد عندهم اخر التحيينات وفرق المراقبه الاقتصاديه والتجاريه ديما عندهم. انا حبيت جست نوري كعب عظم اوكي هذه وعكس ما نتصوروا احنا هالكوكي هذه الغلاف هذا راهو ديما معناتها نحب نحيي مع التغذيه اللي يعاون فينا يعطي فينا في المعلومه في مع التغذيه يقول لك الكوكي هذيك راهي فيها حاجات ميكروسكوبيه القشره معناها القشره هذيك تدخل ميكروبات والعظم راهو فيه سالمونيل والسالمونيل اللهم عافينا راهي جرثومه قاتله مش تمرض برك معناتها جرثومه تنجم تكون قاتله هذاك علاش ماذا بينا نردوا بالنا وقت اللي باش نشريو العظم. انا ما نحبش نقول ما نشريو كان لومباليه خاطر اليوم المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي تهريت ما عادش فيها لكن على الاقل نشريو العظم وقت اللي يبدا محطوط لداخل ما يبداش محطوط لبرا في الغبار وفي وفي الريح وفي غيرها وموال داخل ما نشريش كعب عظم اللي تبدا فيها ضربه كيما هكا خاطر ضربه كيما هكا تنجم تدخل معناتها ما شاء الله من بكتيريات وميكروبات واحنا جينيرالمون العظم معناتها بار الجاتو والتواجن وغيرها راه نعطي فيها للصغيرات. صحيح. دونك ردوا بالنا من الحاجه هذه على خاطر المخاطر عمال تكبر. واليوم باش تحكي انت مواطن تونسي يقول لك خويا انا هي ديجا ب 840 حاره العظم كيما هكا لكن 840 ان نشوفها كيفاش جات لانه حتى في طريقه التخزين نتاعها احنا صورناها قبل في طريقه التخزين راه ثم تهوئه معناتها نتاع 10 سنتي ما بين العرصه والعرصه باش العظم هذاك يبدا معناتها تبدا مهويه العرصه على الداير 10 سنتي على الداير باش ما يحرمش اليوم العظم يخرجوه من الفريقوات ويحطوه وقت اللي يخرج من الفريقو الله اعلم به قداش قعد هو في الفريقو بعد يخرج في ساعة يفسد وهذاك علاش انا قلت في المصالح الرقابيه كلها قاعده تحجز بال 20 مليون بال 30 مليون كعب عظم اللي يلقاهم فاسدين ويطيشوا هذا كله كان ينجم يمشي وقاعد يمشي معناتها الاغلبيه الساحقه منه قاعده تمشي نفس الشيء واحنا ماشيين طبيك الراس العام راهو في الدجاج الدجاج في سلمونات كيف تقول معناتها راهو ما تشريش الدجاج الا من البلايص اللي تبدا كونترولي الناس تضحك عليك الناس يشريوا الدجاج قاعد يذبح في قصدري هذا قاعد موجود ونشوفوا فيه الناس ما تعرفش المخاطر اللي معناتها
تجي من جراء ما يقولك على عيني مذبوح على عيني ما فماش على عيني على خاطر ما تعرفش عليها الاحشاء نتاعها انت الدجاج هذيك شنو اللي عندها كيما العظمه هكا هذه صدقني تنجم راهو في سوق يهزوها ويمشيوا يروحوا بها للدار ما يعرفش عليها معناها هذيك ما يعطيهاش اهميه يقول لك المهم مش مكسره معناها اي المهم ماهيش مكسره انا مانيش نطيب بها عجه ولا باش نعمل بها كل حاجه ولا ساعات هو ما يوصل للدار كان ما تبدا مثلا حاره العظام تنقر جوستومون هي هكاك هذاك علاش ديما يستحسن انه ناخذوا الحاجات اللي فيهم التاريخ نتاعهم فيهم الواحد نتاعهم باش من نقصوا حد خليني نقول نقصوا من الريسك اللي باش ناخذوه لصحتنا وصحه صغيراتنا واضح يعطيك الصحه محمد علي الفرشيشي شكرا لك.